حكاية فلان النهاردة إن هو الوحيد اللي بالاسم ده في العهد الجديد كله. تخيل تبقى أنت الوحيد باسمك في الكتاب المقدس، حاجة مميزة جدا. وهو فعلا كان شخصية مميزة، فلان اسمه المنتصر على الشعب. هو في حد اسمه كده؟ أيوة، لأن هو في الحقيقة ده معنى اسمه. وشخصية النهاردة هو نيكوديموس. نيكوديموس كان فريسي وعضو في السنهدرين اللي هو مجلس اليهود الكبير، وكان هو واحد من رؤساء اليهود، يعني هو كان من ضمن المجلس اللي كان أحد أسباب القبض على السيد المسيح. يعني كل ده وانت بتقول ان هو شخصية مميزة، ينفع كده نتكلم عليه بالشكل ده؟ طبعا. افهم يا صديقي العزيز، نيكوديموس كان غني جدا، وكان من نسل إبراهيم، وكان معتمد زي باقي الفريسيين على الموضوع ده، وكان مصدر فخر ليهم. أنا راجل من نسل إبراهيم، عاوز إيه تاني؟ خلاص أنا كويس جدا. بس ده مش صحيح، والسيد المسيح بنفسه قال له المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لقد جاء المسيح إلى خاصته وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. بتقول إيه؟ هو قال له كل ده؟ أيوة، السيد المسيح قال له كل ده. ولسه يا عزيزي، دي حكاية فيها أكتر من كده بكتير. نيكوديموس كان خايف على مكانته، المكان اللي هو فيه كان صعب إنه يغلط، بس هو غلط غلط كبير هنا، لأن المفروض نيكوديموس وأنا وإنت وكل الناس نبقى واثقين وإحنا معانا الحق ونقوله في النور، وما نخافش من سخرية أو من مدير أو من أي حاجة. لكن نيكوديموس ما عملش كده، بس معلش نعديها، عشان هو فعلا كان حابب يتكلم مع السيد المسيح ويسأله عن المعجزات اللي بيعملها، كان نفسه يتكلم معاه. لكن المسيح فاجئه بالرد وقال له كلمه هنا عن الولادة التانية، أو بمعنى أوضح الولادة بالروح القدس. فكان نيكوديموس بيجي للسيد المسيح في الخفة بالليل، وبياخد باله جدا علشان محدش يشوفه، وكان فعلا عايز يعرف ويفهم ويقتنع. وبيقول الكتاب المقدس وقد اقتنع بكلام يسوع. السؤال المهم هنا، يا ترى عمل ايه لما الفريسيين هجموا السيد المسيح؟ بنلاقي انه فعلا دافع عن المسيح، وبالرغم انه كان واحد منهم وكان اللي بيعمله ده خطر كبير عليه، ولكنه قال لهم هو الناموس بتاعنا بيدين انسان من غير ما نسمع ونعرف هو عمل ايه. ودفاعه عن السيد المسيح خلاهم يقولوا له هو انت واحد من تلاميذه ولا ايه؟ فنلاقيهم بيقولوا له في الكتاب المقدس لعلك انت ايضا من الجليل، اي لعلك احد تلاميذه. طيب بعد صلب المسيح يا ترى نيكوديموس عمل ايه؟ هنا بقى الجمال كله. فاكرين لما كنا بنقول لازم لما تكون مقتنع بحاجه في الحق انك تقولها بكل ثقه وما تخافش من حاجه؟ هنا نيكوديموس عمل اللي المفروض كلنا نعمله. ساعتها تحول نيكوديموس من الشخص اللي كان بيجري السيد المسيح بالليل مستخبي لشخص تاني بيجري على السيد المسيح في العلن ويساعد في تكفينه. وعلشان هو غني جدا جاب افضل مزيج من اغنى واغلى انواع العود والمر، وقام بتطيب جسد السيد المسيح. وبعدها اسم نيكوديموس ما جاش تاني في العهد الجديد، ولكن يقال ان بعد اعترافه بالايمان بالمسيح وتعمد من بطرس الرسول اطرد من مركزه واتنفى من اورشليم، وفقد ثروته بعد ما كان من اغنى اغنياء اليهود في عصره، بس كسب الافضل من المال بكتير، كسب ايمانه وحبه للسيد المسيح، بل ونقدر نقول انه اصبح من تلاميذ السيد المسيح. ودي كانت حكاية فلان النهاردة، واستنونا مع شخصية مثيرة للاهتمام في زمن الصلب والقيامة، وحلقة جديدة من تعرف فلان؟